ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. النهارده بقى هنشرح عن ايزن، عشان اسمه صعب، عشان ما انت الصراحه جوي جونج ان ماركش ايزن يا جماعه. هنشرح عن ايه افضل الجيرز ليه، والدروع ليه، واللبس ليه، والحاجات دي يعني كلها، والنسب وكده يعني. طبعا يا جماعه، اول حاجه نشرح عن خصائصه او سكيلات. هنا السكيل النورمال اتاك بتاعته بتعتمد على الاتاك بتاعك، يعني انت كل ما نسبه الاتاك بتاعتك تبقى عاليه، لا هجومه يبقى اقوى وكده يعني. نفس الكلام في كل سكيلاته. هنا بيعمل تاثير الحريق او البرن ده، وده بيبقى يعني بينقص من دم العدو 50% من دمجك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت مثلا دمجت عدو ضربه يعني ب 5000، شلت من دمه 5000 مثلا، فهتعمل عليه تأثير الحريق ده هيشيل من دمه 2500. فهمت قصدي؟ هو كده يعني، ده كده قصده من ناحية 50% من هجومك دي. طبعا كل سكيلاته كده. دي السكيل اللي هي المساعدة لما يكون معاك جين وو، وانت حط ايزن في الدعم، يعني ده لما يجي ينزل يضرب يعني. طبعا السكيل بتاعته بتعمل نوك داون، بتعمل تأثير الحريق، وبتقلل الدفاع الخصم بنسبة 15% لمدة 15 ثانية. حاجه كويسه يعني. هنا لما تيجي تبدل، لما تيجي تلعب بالصيادين بس وتيجي تبدل بينهم، هنا بقى لما تبدل بالسكيل بتاعته دي بيعمل تأثير الحريق برده، وبيقلل الدفاع بنسبة 15%. نفس الكلام هنا الالتيميت، هجوم عالي طبعا، يعني مفيش كلام عليها قوي، هي هجوم عالي بس قويه. نيجي هنا بقى يا جماعه الخصائص بتاعته. بيقول لك ان ايزن ما يقدرش يضرب اي ضربه فيها كريتيكال، عشان كده ما تحطلوش اي كريت، حط له بس اتاك، كريت ما ينفعش عليه. هنا بيقول لك ان هو ما يقدرش يضرب كريت بس هجومه بيزيد 40%، فانت ما تحطلوش كريت، تحط له اتاك بس. هنا بيعمل تاثير الاند اوف دايز دي، اللي هي بتزود له 12% اتاك ودفاع. لو جبته نجمه مره تانية بيعمل بعد الالتيميت نايزك، بينزل نايزك يعني بعد الالتيميت. لو جبته نجمتين بيزود هجومك 8%، لو جبته 3 نجوم بيزود تاثير الاند اوف دايز اللي هو ده 50% تاني، ولو جبت 4 نجوم بيزود تاثير الحريق 100%، ولو جبت 5 نجوم مش عارف بيرجع الجيش اكتر، اللي هو القوة السحرية ترجع اسرع وكده يعني. فبس كده، ده كان شرح الخصائص. ندخل بقى على اللبس. انا حطيت له ده الجير الاحمر ده يا جماعة، اللي هو الدروع الحمراء دي. ايه لازمتها؟ بص، لو انت حطيت منها قطعتين بيزود لك هجومك اللي هو نورمال اتاك ضربات العادية بنسبة 18%، ولو انت حطيت الست كامل كده اللي هو ال4 قطع زي كده هيزود لك 18% النورمال اتاك، وهيزود لك كمان 18% سكيلاتك، وهيرجع لك من الماجيك باور اللي هو الشريط الليزر ده 60 في 60، يعني 60 درجة كده. فحاجة كويسة يعني. السيت ده بيزود لك الدمج بتاع النورمال والسكيلات 18%، وبيرجع لك القوة السحرية، حاجة كويسة جدا يعني. طبعا انا حطيت له نسب اتاك يعني على قد ما اقدر يعني، حطيت له اتاك هنا، مش كله اتاك يعني. هنا هي دي تالت واحدة اتاك اهي، هنا اتاك 4 في 4.5%، هنا 4.3%، يعني بحاول على قد ما اقدر احط له اتاك عشان النسب بتيجي عشوائية وكده. نيجي بقى للاكسسوارات. الاكسسوارات بقى حطيت له انا الست ده. الست ده بيعمل ايه بقى؟ لو انت حطيت منه قطعتين بيزود لك لا هنا بيقول لك لما تهاجم عدو دمه 40% او اقل دمجك هيزيد 8%، ده لو حطيت قطعتين. لكن انت لو حطيت الست كامل بقى اللي هو ال4 قطع، بيقول لك لما يكون دمه 70%، لو انت ضربت عدو دمه 70% او اقل دمجك قصدي هيزيد عليه 20%. حاجه جامده جدا يعني، مع الاتنين دول مع الدروع هيبقى يزود لك دمج بطريقه رهيبه جدا يعني. يعني عندك هنا 20% وعندك هنا 18% للأتاك والسكيلات، يعني النورمال والسكيلات، بقول مثلا 40% مثلا. فده السيت بتاعي يا جماعة، أنا هحطهوله بيزود له أتاك بس. طبعا أنت اشتغل على الأتاك، ما تحطلوش كريت يعني، حاول على قد ما أقدر ما تحطلوش كريت، لأن الكريت ملوش أي لازمة بالنسبة لي، هو بس بيعتمد على الأتاك. فبس يا جماعة، ده كان شرح سريع عن أيزن. وده طبعا السلاح بتاعه أحسن سلاح أكيد يعني، تحطهوله وتطوره كده يعني. فأشوفكم في فيديو جديد بقى، ومع السلامة.